لكن طبعا الدكتور خالد يشكر ان هو متطوع ان انا محافظ على الاكزامنيشن، والدكتور مصطفى في المرتين اللي قالهم. وطبعا اي حد هيجود علينا بمحاضره، واحنا كلنا عاملين محاضرات حتى للطلبه، وكنا بندرس اونلاين، اللي عنده محاضرات حتى لو كان بتاعت الطلبه مع شويه ابجريدنج بسيط يا ريت يعني. الدكتور خالد كان بيقترح ان انا نتكلم على الفيتا ديفايس، ارجو منكم يعني الدكتور عبد يا ريت تقولوا له محاضره بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة مفتدة يا رب. مش مشكلة. وبعدين بهدي الجدول عامه كما شاف كده. عشان اشوف بس موضوع ايه محاضرات عشان ترتيب اولوياتي. ماشي ابعتولي خليه يصوره وانا هشوف. بتاعته على الواتس وقام يجيبه مطر قصه الحنين بيه اول مره اشوفه. كان
احنا كان النهارده المفروض على موضوع اللي هو الانتر سكس، المفروض ان الريسنت نيمينج بتاعه والتسميه الحديثه بتاعته ديسوردر سيكشوال ديفلوبمنت. مبدئيا الموضوع ده عشان يتفهم لازم من الاول نفهم النورمال سيكشوال ديفلوبمنت. وانس ان احنا فهمنا النورمال سيكشوال ديفلوبمنت هنبدا نفهم الديسوردر سيكشوال ديفلوبمنت. علشان نتكلم على ميل ولا فيميل، المفروض ان احنا كلنا عندنا الجونات. الجونات بتبدا تتحول تستس او ايفرس، يعني احنا كلنا كان موجود عندنا جونات. الجونات دي كان عندها البوتنشاليتي ان هي ممكن تدي تستس او ممكن تدي اوفري. طيب مين اللي بيحدد ان همشي في سكه تستس ولا همشي في سكه اوفري؟ كلنا عارفين اللي بيحدد هو الاكس واي كروموسوم. لا، ده اللي بيحدد اس ار واي جين اللي موجود على الشورت ارم بتاع الواي كروموسوم. الكلمه دي مهمه جدا، لان في بعض الاحيان ممكن يكون موجود عندي واي كروموسوم ومش عليه الاس ار واي جين. في بعض الاحيان ممكن يكون عندي اكس كروموسوم وعليه الاس ار واي جين. فدلوقتي الجينات دي قاعده مستنيه، يا ترى انا هدي تستس ولا هدي اوفري؟ مستنيه اشاره تيجي لها من فوق. الاشاره دي اسمها اس ار واي جين، ودي موجوده على الشورت ارم بتاع الواي كروموسوم. طب السؤال دلوقتي، عشان تبقى راجل محتاج تعمل ايه؟ وعلشان تبقي ست محتاجه تعملي ايه؟ مبدئيا علشان تبقي ست مش محتاجه تعملي حاجه خالص. احنا كلنا بروجرام ان الاكس اكس كروموسوم مش عليه جين، وبناء عليه الجونات بروجرام انها تمشي في سكه اوفر. طالما كنت انا اقدر ادي اوفر واقدر ادي تستس، يبقى اكيد انا عندي الانترنال جينيتاليا بتاعت الميل والانترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل. واكيد احنا بروجرام ان الانترنال جينيتاليا بتاعت الميل تختفي وبتاعت الفيميل تفضل موجوده، لان احنا اتفقنا ان الطبيعي بتاعنا او الاساس بتاعنا ان احنا نمشي في السكه دي. عشان تبقي ست تعملي ايه؟ ما تعمليش حاجه خالص، تقعدي ساكته، تمام؟ مش في عندك اي جينات موجوده على الاكس كروموسوم، وبناء عليه الجونات اوتوماتيك هتدي اوفر، وبناء عليه الانترنال جينيتاليا بتاعت الستات هتفضل موجوده اللي هي مولاريان داكت. طب بتاعت الرجاله بروجرام انها تبدا تختفي انها الولفيان داكت. انما عشان تبقى راجل، ده انت محتاج ايه حاجات؟ محتاج تبقى راجل بالثلاثه. يعني ايه راجل بالثلاثه؟ يعني عندك ثلاث محطات لازم تشتغل عليهم. المحطه الاولى محطه الكروموسوم الاس ار واي جين، ده اول محطه. طب المحطه الثانيه ان زيادتك التستس تطلع حاجتين، تمام؟ حاجه هتحافظ على الولفيان، لان احنا لسه متفقين ان الطبيعي ان الولفيان بتختفي منها من نفسها، والموداريان كده كده موجوده. يبقى انا لازم اطلع حاجه اتخلص بيها من الموداريان واحافظ بيها على مين يا جماعه؟ احافظ بيها على الولفيان. طيب علشان سيادتك تتخلص من الموداريان هتطلع موداريان انهبيتوري سبستانس اللي هو الانتي موداريان هرمون. طب عشان تحافظ على الولفيان لازم تطلع موجود عندك الاندوجين عشان يشتغل على الريسبتور ويحافظ على الولفيان. طيب بعد كده هو ده الموديريان بيتو سبستانس طلع، فراح جاي مطير الموليريان والاندروجين طلع جاري على الولفيان. انت نظامك ايه؟ انا نظام ان انا اختفي، لا خليك موجود انا عايزك، تمام؟ هذا الاندروجين اللي اشتغل على الميل انترنال جينيتاليا وحافظ عليه هو نفسه اللي هيطلع يشتغل بره على الاكسترنال جينيتاليا، تمام؟ وهيبدا يعمل ثلاث حاجات في الاكسترنال جينيتاليا هنعرفهم حالا دلوقتي. ولكن ملخص الكلام ده كله ان سيادتك عندك اس ار واي جين هتكمل معايا علشان تدي ميل. ما عندكش اس ار واي جين مش هتعرف تدي الميل وهتبقى في ميل. اللي بعده تاني، ده ملخص الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. ارجع تاني لو سمحت. عندك واي كروموسوم عليه الاس ار واي جين، تمام؟ هيبدا يمشي لك الموضوع كله في سكه الرجاله. وعلشان تبقى راجل زي ما اتفقنا لازم تبقى راجل بالثلاثه. يعني راجل بالثلاثه؟ يعني تشتغل على ثلاث محطات. المحطه الاولى محطه الكروموسوم، وده هيطلع حاجه واحده بس الاس ار واي جين، هيطلع تستيكلر ديترمايننج فاكتور، يطلع جاري على الجونات. يا جونات يا اللي عايزه كنت تكوني اوفري انت هتبقي تستس. يبقى ده المحطه الاولى. طب المحطه الثانيه التستس تطلع حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ انتي موداريان هرمون وهتطلع الاندروجين. هذا الانتي موداريان هرمون راح جاي مطير لك مين؟ راح جاي مطير لك الموداريان داكت. وهذا الاندروجين هيشتغل جوه ويشتغل بره، يشتغل جوه يحافظ على الولفيان داكت اللي كانت بروجرامد انها تختفي، يشتغل بره هيعمل ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ هيجي على الجينيتال تيوبركل. احنا كلنا دون استثناء سواء كنا رجاله او ستات كان عندنا المنظر ده. طب عشان تبقي ست هتعملي ايه؟ مش هعمل حاجه افضل زي ما انا، تمام؟ الجينيتال تيوبركل هتبقى كلايتريس، والجينيتال فولت تبقى ليبيا منورا، الجينيتال سولينج تبقى ليبيا ميجورا، متشكرين. مفيش اي تغير حصل هنا. انما عشان تبقى راجل لازم يحصل التلات حاجات. ايه هما التلات حاجات؟ التيوبركل تكبر وتدي كلمس، تمام؟ بعد كده الجينيتال سولينج او الجينيتال فولت يلم ويدي بنايل يوريسترا. بعد كده جينيتال فولد يلم ويبدا يدي سكروتم، تمام؟ وبناء عليه عشان تبقى راجل انت محتاج تبقى راجل بالثلاثه، بالثلاثه واحد اثنين ثلاثه، واحد اشتغل على الواي كروموسوم، طلعت هنا واحد، طلعت هنا اثنين، عملت هنا ثلاث حاجات.
الواحد اللي هنا اس ار واي جين، الاثنين اللي هنا طلعت حاجتين، طلعت اندروجين يشتغل جوه وبره، وطلعت انتوميرين هرمون يطير الموديريان دكت. طب ثلاثه هلعب في ثلاث حاجات اللي بعده، ايه هم الثلاث حاجات؟ هتيجي على الاكسترنال جينيتاليا، هذا التستوستيرون او الاندروجين يتحول لنوع اقوى اسمه الاي هيدرو تستوستيرون، وهذا الاي هيدرو تستوستيرون مش موجود الا في التشو فقط لا غير. يعني سيادتك انت عندك جسم الفيميل فيه خمس انواع اندروجين، اربعه منهم موجودين في السيركيليشن، طب النوع الخامس ده موجود في التشو اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون، لان ده يعتبر اقوى على الاطلاق، فمش ينفع النوع القوي جدا دوت يمشي سيركيليتنج في الدم كده. ده تستوستيرون عن طريق الخمسة الفا ريدكتاز انزايم داخل التشو يتحول لداي هيدرو تستوستيرون النوع الاقوى النوع الاشد على الاطلاق، اللي يعرف يعمل لك هنا الثلاث حاجات. وبناء عليه زي ما كان دايما يتقال، لو انت عندك ارجع، لو انت عندك البدايات صح النهايات هتكون ايه؟ صح. بدايات صح يعني ايه؟ بديت لي اس ار واي جين كويس اللي تحته كله هيبدا يشتغل يا جماعه صح. انما انت لو انت عندك النهايات غلط ايه اللي هيحصل؟ اكيد هتلبس في نهايه غلط، تمام؟ وده الكلام اللي احنا كنا دايما نقوله، انت لو انت عندك اس ار واي جين تمام، الصوت مش مسموع ومش معروض الفيديو هنا، متشكرين جدا، يبقى كده الفيديوهات الموجوده عندنا كلها مش هنحتاج نعرضها. طيب لو انت فينيل محتاجه تعملي ايه؟ اتفقنا مش هتعملي حاجه خالص، اقعدي ساكته تمام. لا انت عندك جين زياده على الواي اكس كروموسوم ولا هيعرف يحرك كل اللي تحتيه، وبالتالي انت هتمشي في النورمال بروجرامنج بتاع جسمنا كلنا ان احنا نمشي سكه فينيل. عايزه تبقى فينيل ما تعمليش حاجه، عايز تبقى ميل لازم تشتغل، تمام. اللي بعده نيكست. نعم تمام. وبناء عليه لو حبينا نتكلم في الديسوردر سيكشوال ديفلوبمنت هتعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه، تعالى خد من ده او تعالى زود في ده، والمحاضره كلها تعتبر خلصت عند السلايد دي، وبقيت السلايدز كلها هيعتبر تاكيد على الكلام اللي احنا هنقوله. بمعنى ايه؟ للمره الاخيره عايز تبقى راجل هتعمل ايه؟ لازم تبقى راجل بالثلاثه، ثلاث محطات. تعالى هنا على الجيم. مش راجل. نعم؟ دي حاجه ثانيه خالص. عايز يبقى ميل. طيب الراجل دي حاجه ثانيه. كلام دكتور وائل، كلام محترم جدا، كلام دكتور وائل. زي التصرفات بقى دول. كلام دكتور وائل، كلام محترم جدا، تمام؟ ويا ريت الفيديو دوت يعرض تاكيدا على كلامه. يا عثمان افتح وحط شريحه، حط الفيديو جوه الشريحه. ما الشريحه اوريدي موجوده، في حاجه ولا ايه؟ هو شغال هنا، نبقى نتفرج عليه بعدين على الايه؟ على اللاب. افلح بيه. كل سنه يا عزيز. تمام؟ دلوقتي كلام دكتور هاي كلام محترم جدا، كده انت بقيت ذكر ومش بقيت راجل، والكلام ده انا هعمل عليه كومنت في اخر المحاضره باذن الله عز وجل. نرجع لموضوع الانتر سكس. عايز الاخ ده يبقى انتر سكس هتعمل ايه؟ خد منه. عايز الست دي تبقى انتر سكس هتعمل ايه؟ اديها. تمام؟ طيب هاخد من الراجل دوت هتاخد منه ايه؟ امسك لي الثلاث محطات بتوعك. اول محطه عندك كانت محطه الكروموسوم اللي هي الاكس واي، خد لي منه الاس ار واي جين. لو انا ما عنديش الاس ار واي جين اتوقع ان الجنيه هتمشي في سكه تستس ولا اوفري؟ اوفري. وبناء عليه سيادتك هتبتدي هنا وتيجي تكمل كده، بدل ما انت كنت هتمشي كده ميل، بدل ما كنت هتمشي كده في ميل، لا انا بديت كده ومشيت كده. ده بقى قصه الانتر سكس، هبتدي هنا وامشي كده، هبتدي هنا وامشي كده، تمام؟ لو انا جيت هنا رحت جاي مغير الاس ار واي جين كده، انت سيادتك بقى عندك تستس؟ لا. امال عندك ايه؟ محدش يقول له اوفري، لان شرط ان انا يكون عندي اوفري لازم يكون عندي كام اكس؟ 2 اكس. انت كده سيادتك بقى عندك اكس واحده غير مفعله، وساعتها يكون عندك فايبرس تيشو او الستريك جوناتس زي ما بيحصل في الترنر سندروم. هو انا الترنر سندروم كان عباره عن ايه؟ 45 اكس 0، تمام؟ يعني انا عندي اكس كروموسوم واحد فقط لا غير، وما عنديش الاكس الثاني. هل البنت اللي عندها ترنر سندروم موجود عندها اوفري؟ قطعا لا، ده موجود عندها فايبرس تيشو. وبناء عليه انا على مستوى الجونات يا تيستس يا اوفري يا ستريك جونات. طب ارجع تاني، سيادتك ما عندكش هنا الاس ار واي جين، تمام؟ يبقى عندك كانها تقريبا مجازا هنسميها اكس 0، تمام؟ مجازا هنعتبرها اكس 0، ما انت ما عندكش الايه؟ الاس ار واي جين. يبقى انا عندي تيستس ولا اوفري ولا ستريك جونات؟ ستريك جونات، فايبرس تيشو. طب طالما انت عندك فايبرس تيشو، هل هذا الفايبرس تيشو هيعرف يطلع الهرمونين دول؟ طبعا لا. فالنتيجه المترتبه على كده هيكون عندك وولفيان دكت ولا طبيعه هتختفي منها من نفسها؟ هتختفي منها من نفسها، والموديريان دكت كده كده اعلى، تمام؟ طب والاكسترنال جينيتاليا مش جات لها الاشاره الخارجيه اللي اسمها الاندروجين، وده اللي احنا بنسميها سواير سندروم. وبناء عليه لو حبينا نستنتج ده سواير سندروم ده عباره عن ايه؟ 46 اكس 0، تمام؟ او اسف 46 اكس واي ولكنه واي ناقص،
يعني واي ناقص؟ ما عندوش استار واي جين. طب الانترنال جينيتاليا مين ولا فيميل ولا الاثنين ولا مفيش؟ مين ولا فيميل ولا عند الاثنين ولا مفيش؟ فيميل. والاريان دكت. طب الاكسترنال جينيتاليا مين ولا فيميل؟ فيميل. متشكرين. ودي السواير سندروم لو جينا نشوفها مع بعض هنلاقي عندنا هو مش هتشتغل. ده ما انا شفت الفيديوهات خالص. تمام. وبالتالي احنا جاي نتكلم على السواير سندروم ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه، الكلام اللي احنا لسه قايلينه ان زيادتك هيكون موجود عندك اس ار واي جين مختفي. طالما الاس ار واي جين مختفي بدل ما انا كان بقى عندي تيستس بقى عندي ايه؟ بقى سيادتك عندك ستريك جونات. وطالما عندك ستريك جونات فلا تقدر تطلع اندروجين؟ لا. فالولفيان داكت كده كده هتختفي. تمام. طب لما الولفيان داكت تختفي مين هيتبقى عندك؟ موليريان داكت. اكسترنال جينيتاليا هل تقدر تعمل فيها اي تغيرات؟ لا طبعا. تمام. فده يكون المنظر النهائي بتاع السواير سندروم. طب بالمناسبه لما انت يكون في عندك ستريك جونات هل في سكس هرمون هتبدا تطلع؟ لا، الفيميل سكس هرمون مش هتكون موجوده. وبناء عليه الديفلوبمنت بتاع الموليريان داكت هيكون بروبر ولا مش بروبر؟ انا هيطلع عندي يوترس، هيطلع عندي سيرفكس، هيطلع عندي فاجينا، ولكن اليوترس عشان يكبر مين الجروس هرمون بتاع الفيميل جينيتال تراك؟ هو الاستروجين. طب ده بيطلع منين؟ بيطلع من الاوفري. متشكرين. ما عندكش اوفري فانا هلاقي اليوترس ده ويل ديفلوبد ولا هايبوبلاستيك يوترس؟ اكيد اكيد هلاقي البنت ديت موجوده عندها هايبوبلاستيك يوترس. والمناد احنا فهمنا الاستريك جونات لان انا ما عنديش اكس واي عشان ادي تيستس. تمام. واي سليم ولا عندي اكس اكس عشان ادي اوفري. تمام. وبالتالي يا جماعه لما الاستروجين ما يطلعش انت ما عندكش ايه؟ مناس محترم. اتوقع ان الابيفيسز هتقفل بدري بدري ولا متاخر؟ المفروض اللي بيعمل عمليه ايه كلوجر هو الايه؟ الاستروجين. تمام. سيادتك ما عندكش استروجين خالص دلوقتي، اتوقع ان البنت ديت طول ستيتشر ولا شورت ستيتشر؟ متشكرين جدا. فين فين فين؟ ادي طول ستيتشر اهي. تمام. البنت ديت تجيلها منسز ولا ما يجيش؟ ما يجيش. عندها امينوريا. ما اعتقدش ان احنا محتاجين نحفظ حاجه في السواير سندروم. الموضوع كله انك تفهم السندروم اللي هتكون موجوده عندك. طيب تعالى بعد كده على الاكس واي تاني. اتفق لو انا عندي اس ار واي جين شغال هيطلع تيست. طب التيست بتطلع كام حاجه؟ احنا اتفقنا مبدا 1 2 3. ايه 1 2 3 دوت؟ 1 الجين، 2 هرمونات اندروجين انت موديريان هرمون، 3 هعمل 3 حاجات، تيوبركل هكبرها، السويلنج هقفله، جينيتال سويلنج يعني، وجينيتال فولد هقفله. تمام. انا رحت جاي مخلص رقم 1، تعالى خلصت رقم 2. ايه قصه رقم 2؟ انت كتيستس محترمه المفروض بتطلعي ايه؟ بتطلعي حاجتين، بتطلعي اندروجين، بتطلعي موديريان انهبيتوري سبستنس عشان الموديريان داكت يختفي. طب اندروجين علشان يشتغل جوه ويحافظ على الولفيان داكت ويشتغل بره ويحافظ على الميل على الفيميل اكسترنال او اسف على الميل اكسترنال جينيتالي. تعالى العب لي بدون. يعني ايه يا دكتور؟ يعني تعالى مره ما تطلعش الموديريان انهبيتوري سبستنس ونشوف اللي هيتم. وتعالى مره ثانيه بعد كده ما تطلعش الاندروجين او طلعه وتخليه ما يعرفش يشتغل. يعني ما يعرفش يشتغل؟ ما هو عشان يشتغل محتاج ريسبتور. تمام؟ خلي عنده ريسبتور انسنسيتيفيتي. وتعالى نشوف مع بعض احتمالات. لو انا كان عندي اكس واي والواي شغال ومحترم هيروح جاي نطلع التستيكلر ديترمايننج فاكتور، يبقى الجونات ساعتها تيستس ولا اوفري ولا ستريك جونات؟ متشكرين. التيستس الطبيعيه السليمه الكويسه المفروض بتطلع حاجتين، المفروض انها بتبدا تطلع اندروجين وتبدا تطلع انتي موليريان هرمون. تمام. لو انا جيت مره ما عرفتش اطلع الانتي موليريان هرمون، هو الاندروجين كده كده طلع وحافظ على الولفيان داكت. طب يلا يا عم طلع الحاجه الثانيه الموليريان انهبيتوري سبستنس، لا مش عارف اطلعها. تمام. يبقى ساعتها الموليريان داكت هتختفي ولا تفضل معايا؟ يبقى ساعتها انا عندي ميل انترنال جينيتاليا ولا في ميل انترنال جينيتاليا ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. حاجه بنسميها اليوتراين هيرنيا سندروم. تمام. الاقيه راجل. ليه راجل؟ لان سيادتك طلع الاندروجين فهيشتغل جوه ويحافظ على الولفيان داكت وهيشتغل بره ويدي الاكسترنال ابيرنس بتاع الايه؟ الميل. بس الراجل ده زياده عليه حاجات. ايه هي الحاجات الزياده؟ الموليريان ستراكشر اللي بتكون موجوده موجوده عند اليوترس، وده اللي بنسميها اليوتراين هيرنيا سندروم، وده اللي احنا هنبدا نشوفه بعد كده. تمام. اللي هي البيرزيستنت موديريان داكت سندروم. طب انت ليه يا بنت بيرزيستنت؟ ما لقيتش اللي يمشيني، ما لقيتش الام اي اس، ما لقيتش الانتي موديريان هرمون اللي هيطيرني. تمام. طيب لما تكون موجوده الكاريوتايب بتاعي ايه؟ اكس واي. تمام. طب الجينات ميل ولا فيميل؟ ميل. طب الاكسترنال جينيتاليا ميل ولا فيميل؟ ميل. طب الانترنال جينيتاليا رجاله ولا ستات ولا الاثنين ولا مفيش؟ الاثنين رجاله وستات. تمام. علشان كده هلاقي 46 اكس واي ما اختلفناش، هلاقي نورمال ميل اكسترنال جينيتاليا ما اختلفناش، ما انت طلعت الاندروجين واشتغل جوه واشتغل بره. تمام. هلاقي التستس يونيلاترال والوايت ار ديسندد مش مشكله قوي بالنسبه لنا، وهلاقي بعد كده موجود عند الموليريان تيشو موجوده في الانجوينال كانال. ايه هي الموليريان تيشو؟ سيادتك بمنتهى البساطه ده الاكسترنال ميل جينيتاليا
ده الاكسترنال من جينيتاليا، وتيجي على الانجوينا الكنال تلاقي في عندك يوترس وعندك فالوبيان ايه تيوب، بس مش عايز حد يقول انت لا عندك اوفر، لان احنا اتفقنا من البدايه موجود عند ايه تيستس. تمام. والتيستس ديت يا جماعه تعتبر اندسندد مش نزلت. طب حد يقدر يقول لي مش نزلت ليه؟ القصه كلها اعرف هو الطبيعي التيستس بتنزل ليه. تمام. ولما تلاقي عندك موليريان ضخ هتعرف ليه ما نزلتش. الطبيعي ان انا كان موجود عندي التيستس دي موجوده فوق، او بمعنى ادق البنات دي كانت موجوده فوق، وكان في حاجه اسمها جيوبرناكولم كانت بتروح جايه ماسكه اللور ايدج بتاعت الجونات وتروح جايه نازله لحد الجينيتال فولد. تمام. طيب في حاله الرجاله ايه اللي بيحصل؟ قال لك الجيوبرناكولم ده يبدا يعمل ريتراكشن ويشد التيستس اللي فوق، ينزل 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 لحد ما ينزلها هنا كده. ده في حاله الرجاله. تمام. طب في حاله الستات الجونات اللي هتدي اوفري برضه ماسك فيها جيوبرناكولم، والجيوبرناكولم بروجرامد عنده برمجه. البرمجه بتقول ايه؟ ان كل ما بيحصل ديفلوبمنت انا بشد اللي انا ماسك فيه لتحت. يعني المفروض برضه الجيوبرناكولم يا جماعه كان يمسك الاوفري ويروح جاي شاد الاوفري يحطه في الليبيا ايه ميجورا. تمام. اللي حصل ايه؟ لو افترضت ان جسمي هو في جينيتال تراك ده يوترس ودي فالوبيان تيوب. تمام. المفروض ان الاوفر ده بوستيريور ستراكشر زي ما كلنا عارفين صح. الجيوبرناكولم بيعمل ايه؟ تمام. بيروح جاي نازل 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 عند الكورنيو هنا كده. تمام. ويروح جاي مكمل تحت ويجي عند الكورنيو يلحق. يعني اقدر اقول لك ان عند منطقه الكورنيو الجيوبرناكولم اتقسم لجزئين، جزء ورا ادى اوفريان ليجمنت والجزء الثاني ادى راوند ايه ليجمنت. ما انت عندك الاوفريان ليجمنت والراوند ليجمنت هما الاثنين سن امبريولوجي. تمام. طب بمنتهى البساطه لما يجي يلحم هنا، تمام، انا بشد من تحت لفوق، يعني مين اللي هيتشد عند دلوقتي؟ الراوند ليجمنت. ويوم ما يشد هيشد على الاوفري ولا يروح يشد على اليوترس؟ يوم يتني اليوترس قدام يروح جاي عامل لك ايه اي في اف. يبقى الشده بتاعت الجيوبرناكولم في الرجاله حطت لك التستس فين؟ في الاستروك في السكروتم. وفي الستات قلبت لك اليوترس لقدام، ولكن هل الاوفر بيتشد عليه؟ هيفضل معلق فوق. طب انت عندك تستس والتستس فيها جيوبرناكولم، وحظ الاخ دوت او الاخت ديت او ايا كان هذا الايه المخلوق دوت يا جماعه حظه ان في عنده فيميل جينيتال تراك، يبقى شده الجيوبرناكولم من التستس على السكروتم دايركت ولا في حاجه ماسكه ان بتوين؟ ماسكه ان بتوين. الاقي اليوترس فوق اللي عمال يتشد 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 ويتسحب هذا اليوترس معايا لحد الايه انجوينال كانال. بس من الاندرستاندد فوق التستس. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ عارفين لو ما كانش ده موجود كان بدل ما كان اليوترس بالفالوبيان تيوب كان هم اللي ينزلوا في الجوينت كانال، كانت التستس هي اللي اتشدت ونزلت تحت. وبناء عليه لو جينا للبرزستنت مولاريان سندروم، ننسى الكلام ده كله ونبص هنا، الكاريو تايب عباره عن اكس واي، الانترنال جينيتاليا رجاله ولا ستات ولا الاثنين؟ الاثنين. تمام. بس وجود المولاريان ضغط عمل لي مشكله. ايه المشكله؟ بدل ما كانت التستس هيتشد عليها وتنزل في السكروتم، لا التستس لقيتها يا جماعه بقت اندستند التستس. ولما نيجي نشوف المنظر هنا 46 اكس واي ما اختلفناش، نورمال ميد اكسترنال جينيتاليا برضه ما اختلفناش لان الاندروجين اشتغل بره وجوه. تمام. يونيلاترال وبايلاترال اندستند التستس، اعتقد احنا فهمنا دلوقتي ليه ان التستس اندستند، لان بدل ما يتشد عليها اتشد على مين؟ على الفيميل جينيتال تراك اللي هو الانترنال فيميل جينيتاليا. وده اللي احنا بنسميها بريزستنت كولاريان سندروم. نستنى ارجع تاني، انت كان مكانك فين بالظبط؟ كان مكان ان الراجل علشان اعمل له انترسكس لازم اخد منه. خدت اول حاجه من الجين وعرفنا السواير سندروم. جينا على التستس بتطلع حاجتين، قلنا هنسحب واحده كل مره ونشوف الدنيا فيها ايه. انت سحبت دلوقتي مين؟ مولاريان انهبيتوري سبستانس وطلع عندك بيرزيستنت مولاريان ضغط سندروم. طب ما تيجي كده المره دي بقى نسحب الاندروجين ما يطلعش، او يطلع وما يشتغلش. طب ليه ما يشتغلش؟ ما عندوش ريسبتور اللي احنا بنسميها اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. طيب سيادتك عندك الواي كروموسوم محترمه، طلعت ايه؟ التستيكلر ديترمايننج فاكتور، بقى عندك تستس. يلا يا تستس اشتغلي. المفروض عشان اشتغل بطلع حاجتين بالترتيب اللي هم ايه؟ رقم واحد ام اي اس. تمام؟ لان احنا اتفقنا عشان تبقى راجل لازم تشتغل. طلع الام اي اس طاير ديت. الولف ينضغط بروجرام فينا كلنا انها تختفي. طب عشان احافظ عليها لازم اطلع لها الاندروجين. يلا يا اندروجين اطلع. طلع الاندروجين. جه الاندروجين يشتغل اللي بعده مش عارف يشتغل. ليه؟ ما عنديش ريسبتور. طالما انت سيادتك ما عندكش ريسبتور لا هتعرف تشتغل جوه ولا هتعرف تشتغل بره. هذه الولف ينضغط ما حسيتش بوجود الاندروجين خالص، وبناء عليه الولف ينضغط تكون موجوده ولا هتختفي؟ هتختفي. الولف ينضغط هتختفي. تمام؟ علشان كده في حاله الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم قبل ما اكتب الكلام هنا احنا هنبدا نقول الكاريوتايب بتاعي اكس واي ولا اكس اكس؟ اكس واي. وبناء عليه جونات تيستس اوفري ستريك جونات تيستس. طب الانترنال جينيتاليا رجاله ستات ولا الاثنين ولا مفيش؟ وخلي بالكم معايا يا جماعه احنا هيكون في عندنا نعم
بيقولوا مفيش قدام ولاد ستات. لا الانترنال جينيتاليا. لا الاكسترنال لسه يا باشا احنا لسه ايه شغالين تمام. بس لو سيادتك عايزه تبقى ستات يا باشا نخليها ستات دلوقتي انا ما عنديش مشكله تمام. الانترنال جينيتاليا في ولا مفيش؟ مفيش. طب تعالى بقى على الاكسترنال جينيتاليا. المفروض ان الاندروجين كان يطلع يشتغل علشان يلحم دول، علشان يكبر لك التيوبيتول ويدي بينس مش كده؟ وعلشان يلحم الجينيتال سويلنج ويلحم الجينيتال فول. ولكن موضوع الانلارجمنت بتاع الكلايبرس تمام او اس بتاع الجينيتال تيوبركل، موضوع اللحم بيتم تدريجي زي ما احنا شايفين. احنا ليه بنقول الكلام ده يا جماعه؟ لان عمليه الانسنسيتيفيتي مختلفه تمام. وبناء عليه انا ممكن الاقي عندي المنظر من هنا لحد هنا تمام. لو انا عندي كومبليت انسنسيتيفيتي، يعني ايه كومبليت انسنسيتيفيتي؟ انا مش حاسس تماما بالاندروجين، يبقى ساعتها انا هكون موجود في المرحله دي. طب لو انا حسيت بيه حلو قوي تمام هكون هنا. طب لو حاسس نص نص هكون هنا. وبالتالي نستنتج ان عمليه الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم في منها ايه انواع. في منها الكومبليت تايب وفي منها البارشال تايب. اللي بعده وده المنظر معانا. المفروض ان احنا كلنا كنا كده ونبدا نلحم 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 لحد ما نوصل للمنظر دوت. طب لو انا عندي ريسبتور مش حاسس بيها خالص هكون انت بالمنظر ده. طب الاحساس احسن شويه الحم. طب احسن شويه الحم 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 لحد ما توصل هنا. علشان كده سمينا دوت يا جماعه اللي هو تعتبر الايه كومبليت اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. وداخل بارشال 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 يعني ايه؟ يعني بحس شويه بالريسبتور. وكل ما احساسك زاد كل ما مشيت مور اند مور في عمليه السيكشوال ديفرنشيشن وديفلوبمنت. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب نبدا كده نراجع كلامنا وننسى الشريحه دي خالص تمام. انا ممكن الاقي عندي في الانتر سكس الانترنال جينيتاليا ستات ورجاله، وممكن ما الاقيش لا ستات ولا رجاله، وممكن الاقي ستات بس وممكن الاقي رجاله بس. تهنا من بعض؟ لا ما تهناش. تعالوا كده نشوفها. لو السواير سندروم اكس واي سواير سندروم سواير ما عنديش ستار واي جين تمام. البنات اتفقنا تيست سوبر ولا ستريت؟ ستريت. طب الانترنال جينيتاليا فيميل صح؟ ادي ديت حته فيميل انترنال جينيتاليا. طب الاكسترنال برضه فيميل. انت ما عندكش اندروجين اصلا تمام. طب لو انا عندي بريزيستنت مولاريان داكس سندروم الكاريوتايب اكس واي. طب الانترنال جينيتاليا ستات رجاله الاثنين مع بعض ولا مفيش؟ الاثنين مع بعض. بالمناسبه احنا عرفنا ليه تيسس اندرستاندد مش كده؟ تمام عشان قصه الجبرناكله وفهمنا الكلام ماشي ازاي مش محفوظ. الموضوع اتفه مما نتخيل لو اتفهم صح. طيب في حاله الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم ستات رجاله الاثنين مع بعض ولا مفيش؟ مفيش لا ستات ولا رجاله. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب الاكسترنال جينيتاليا ستات ولا رجاله؟ انت ونصيبك على حسب درجه الانسنسيتيفيتي. اللي بعده طيب بعد ما خلصنا موضوع الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم هنيجي بعد كده. طبعا ده بيقول ان البارشال اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم في منه انواع تمام. في منه البريدومينانت فيميل اللي هو الايه الجزء دوت، وفي منه البريدومينانت ميل اللي هو الجزء ده، وفي منه الامبيجوس جينيتاليا اللي هو المرحله ان بتوين اللي انا مش عارف اقرر الكلام اللي احنا اوريدي فهمناه تمام. طيب نيجي بعد كده على المرحله الثالثه. اقلب 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 اتفقنا عشان برضه نعرف مكاننا فين. عشان تبقى راجل لازم تبقى راجل بالثلاثه. يعني راجل بالثلاثه يعني واحد اثنين ثلاثه. يعني ايه واحد؟ واحد بطلع جين، اثنين بطلع حاجتين اهم، ثلاثه بعمل ثلاث حاجات تحت. اللي هم ايه الثلاث حاجات اللي تحت؟ ان التيوبركل تكبر تدي بينس، ان الجينيتال فولد يبدا يلم والجينيتال سويلنج يبدا يلم. دول الثلاث حاجات. طيب علشان الكلام ده يتم الاندروجين يطلع يشتغل، ولكن علشان الكلام ده يحصل لازم يطلع عندي اقوى نوع اندروجين على الاطلاق الا وهو دايهايدرو تستوستيرون. طب عشان اجيب هذا الدايهايدرو تستوستيرون لازم احول التستوستيرون الى دايهايدرو تستوستيرون بمساعده انزيم اسمه 5 الفا ريداكتاز انزيم. مش عندك مشكلين هفضل زي ما انا هنا كده. ولكن كل ما هو قبل كده سليم، كل ما هو بعد كده سليم. فانت عندك عند المنطقه دي بمساعده الانزيم هجيب نوع الايه التستوستيرون القوي وهديك المنظر المحترم دوت. انا وقفت هنا الماضي بتاعي كله حلو، ولكن الحاضر والمستقبل مش كويس تمام. يعني اقدر اقول لك في حالات الخمسه الفا ريداكتاز ديفيشنسي، خمسه الفا ريداكتاز ديفيشنسي سيبنا من الكلام دوت تمام، او سيبنا من الكلام اللي هيبدا يظهر هنا. خمسه الفا ريداكتاز ديفيشنسي المشكله ظهرت هنا. الكاريوتايب ايه؟ طب الجونات؟ طب الانترنال جينيتاليا؟ طب الاكسترنال جينيتاليا؟ لا على حسب، لان الريداكتاز انزيم مش عايز يشتغل فانا كده اكون فيميل تمام؟ نعم؟ بيسميهم ترانسفورمرز عند كده. ما ده اللي احنا نبدا نتكلم فيهم. دول بقى اللي بيعملوا عمليه تمام اللي هو الجندر سيلكشن وعايز ابدا اعمل تغيير والكلام ده كله. وكان في صوره هنا بس واضح طبعا الجهاز دوت يعني ايه؟ يعني ما بيعرضش لا صور ولا بيعرض افلام ولا بيعرض محاضرات يعني تمام. كان بيقول ان ان اشهر حد بدا يشتغل في الموضوع دوت تمام، او اللي كان موجود على الساحه الفتره اللي فاتت نور هشام
سليم تمام. المفروض نقول هشام سليم يا جماعه دوت كان الجندر بتاعه ممكن اعتقد ان الصور ممكن تبان الجندر بتاعه كان ان هو فيميل. جه مره واحده قرر ان حس برجولته وعايز يبقى ميل تمام. بس ابن هشام سليم ده ترانسكس مش انتر سكس. ما عشان الكلام ده مسجل ممكن اروح ورا الشمس انا ايه بحترم نفسي. هو طلع قال كده اه لا هو ترانسكس مش انتر سكس يعني مش ابدور سكس سايكولوجيكال يعني حاجه ثانيه خالص. هو قال كده يا باشا اهو قال كده يبقى الكلام ده مظبوط. انا بقى عشان الكلام ده مسجل هو طلع اتقال انا لازم اقول ليه ينفع تاخد التسجيل عشان ما نروحش ورا الشمس. هو ترانس 6 تمام. بس لو انت قلت ترانس 6 من غير ما هو يقول لي غالبا غالبا الميتنج الثاني مش هكون معاكم. خلينا موجودين طبعا. كمان في ايمان كبير هو ال جي بي تي بقى ده لسه يا باشا الكلام ده موجود قدام لسه الكلام ده موجود قدام تمام. طيب كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالخمسه افرودكتيز ديفيشنسي. بس قبل ما ادخل على الفيميل تعالوا كده نتكلم على حاجه عن الميل. في حاجه اسمها بايلاترال فانكشنج تيستس سندروم او ريجريشن سندروم. لو التيستس مش موجوده تتخيلوا ايه اللي هيتم؟ نرجع تاني الموضوع ابسط مما نتخيل. هي التيستس كانت وظيفتها بتعمل ايه؟ بتطلع حاجتين. اول حاجه بتطلعها ام اي اس وبعدين بتبدا تطلع مين؟ اندروجين. فلو التيستس اختفت ايه اللي مش هيظهر عندي؟ والله على حسب. هي اختفت بدري بدري فالام اي اس والاندروجين للدم مش هيطلعوا، ولا اختفت متاخر شويه فالام اي اس طلع والاندروجين ما لحقش يطلع، ولا اختفت متاخر بعد ما الام اي اس والاندروجين طلعوا واشتغلوا عملوا ايه عمايلهم. طيب سيبك بقى من الكلام العلمي التقيل دوت، تعالى كده اقول لك ان سيادتك كده ايه والدك الله يرحمه الف بعد الشر تمام. السؤال والدك الله يرحمه وانت لسه طفل صغير في كيجي ولا وانت في ثانوي ولا وانت راجل كبير؟ السيفيريتي بتبان امتى؟ لما يسيبك بدري بدري. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وبناء عليه السيفيريتي لما التستس تبدا ايه يا جماعه؟ تختفي بدري بدري. التستس اختفت بدري بدري ده يعتبر النوست سيفير فورم. اشمعنى؟ اختفت بدري يعني 60 70 يوم. وايه المشكله لما تختفي ب 60 70 يوم ولا حاجه ما بتطلعش ما تطلع؟ هتبقى صغير بقى زي الصغير. نعم؟ زي الصغير. بالظبط كده. ازيفه تبقى صغير تمام؟ طب افرض اختفت متاخر شويه ده الانترميديت يبقى الام اي اس طلع بس الاندروجين ما لحقش يطلع. طب الريس سيفير فورم لا ده ساعتها تكون التستس طلعت واشتغلت وخلصت الهرمونات بتاعتها وبعدين بدات تختفي. علشان كده الفانشنج تستس سندروم راح جينا قسمناها للموست سيفير فورم لو اختفت بدري شويه قبل 60 70 يوم، انترميديت لو اختفت بعد الفايبريشن بتاع الام اي اس، وان كومبليت الفايبريشن الاندروجين. طب الريس سيفير فورم اختفت متاخر يعني متاخر يعني الام اي اس طلع فين 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 الراجل مش كده. بس تعالى كده نشوفها الريس سيفير فورم ليه افتر كومبليت اناتوميك ديفلوبمنت. يعني كلمه اناتوميك ديفلوبمنت يعني الاندروجين طلع وبعد ما الاندروجين طلع عمل ايه اكسترنال جينيتاليا تمام. يبقى السيفير فورم لا ام اي اس طلع ولا اندروجين طلع زي الصغير سندروم. طب الانترميديت فورم لا ام اي اس طلع وطهرني او خلص لي الموضوع من الفيميل انترنال جينيتاليا وعلى خفيف عندي حبه اكسترنال جينيتاليا ميل. طب الليست سيفير فورم لا ده الاندروجين طلع وعندي الميل اكسترنال جينيتاليا تمام. وبالتالي لما نيجي نبص هنا هلاقي الفينوتايب بتاعي فيميل وما عنديش انترنال جينيتاليا. ليه يا جماعه؟ زي ما الدكتور وائل قال صغير سندروم ما عندكش انترنال جينيتاليا تمام. طب لو انا عندي هنا يا جماعه اللي هو الانترميديت حبه اندروجين اشتغلوا يعني وقفت في وسط الطريق فاداك امبيجوس جينيتاليا. طب يا جماعه لسه سيفير فورم لا ده الاندروجين طلع واشتغل وعاش حياته كان عندي الميل اكسترنال جينيتاليا. اللي بعده اللي بعده ده 5 الفا ريدكتيز ديفيشنسي. ارجع 5 الفا ريدكتيز ديفيشنسي اتفقنا مشكلتنا كل اكسترنال ان انا مش عارف اعمل بروبر ديفلوبمنت تمام. مش عارف المنظر ده احوله لده هي في وسط الطريق. ولكن كل ما هو قبل شغال انا مش شغال كان عندي جين كويس عندي الجينات عباره عن تستس الانترنال جينيتاليا عباره عن ميل ولكن الاكسترنال امبيجوس تمام. امبيجوس يعني ايه؟ مرحله ان بتوين. اللي بعده 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 كده احنا خلصنا الجزء بتاع الميل. تعالى على الجزء بتاع الفيميل علشان ما نتوهش من بعض تمام. ارجع ارجع تاني 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 تمام علشان ما نتوهش مع بعض. اتفقنا ان الميل علشان يبقى انتر سكس اديله ولا اخد منه؟ خد منه تمام. واخد ايه؟ خد من محطم التلاته. يا اما على مستوى الجين تاخد اس ار واي جين، يا اما على مستوى التستس تاخد حاجه من الاثنين اللي بيطلعوا او تطير التستس ذات نفسها وقلنا القصه ماشيه ازاي، يا اما بره 5 الفا ريدكتيز ديفيشنسي تمام. يبقى لو انا اخدت من الراجل ده بقى انتر سكس. طب الست علشان تبقى ست محتاجه تعمل حاجه؟ لا ما تعمليش حاجه. ف
فلو انا فكرت ادي الست يا جماعه يبقى ساعتها يكون عندي ايه انتر 6. طب الراجل انت خدت منه عطاء محطات، طب الست يا جماعه تعرفها فين اشتغل لو سمحت؟ تمام. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده الست ما تعرفش غير حاجتين، تمام، البدايه والنهايه، مقدم ومؤخر، بس كده. العب في المقدم، العب في المؤخر، لقيت عندك انتر 6. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ بص معايا، البدايه بتاعتها ايه؟ اكس اكس، مش كده؟ طيب العب في المقدم، العب في البدايه، يعني ايه؟ حط له اس ار واي جين زياده. لو انا حطيت هنا اس ار واي جين، تمام؟ لو انا حطيت هنا اس ار واي جين، اتوقع ان الجونات تستس ولا اوفري ولا ستريك جونات؟ اس ار واي جين طالما انا موجود هدي ايه؟ تستس. يا عم ده انت اكس اكس، ولكن اكس اكس ايه؟ وانت مزود، تمام؟ يبقى سيادتك هيكون في عندك تستس. وتكمل بقى التست بتعمل ايه؟ بتطلع ام اي اس، بتطلع المولاريان دكت، تمام؟ وبتطلع اندوجين، حافظ لك على الولفيان دكت والاكسترنال جيتاليا، مين ولا فيميل؟ ميل. يبقى انا عندي حاجه اسمها اكس اكس ميل. ايه الاكس اكس ميل دوت؟ الاكس اكس ميل بكل بساطه ان انا جيت على الاكس كروموسوم حطيت له اس ار واي جين زياده، وانت سيادتك جبت الاس ار واي جين زياده دوت منين؟ رجعنا عمليه السبرماتوجينسيس. احنا كلنا يا جماعه كرجاله المفروض عندنا الاكس كروموسوم والواي كروموسوم، تمام؟ المفروض ان انت بيكون في عندك سبرم عليه الاكس وعندك سبرم عليه الواي. قال لك اثناء الميوزس حصل ترانسلوكيشن، تمام؟ يعني ايه ترانسلوكيشن؟ يعني السيجمنت بتاع الواي كروموسوم اللي على الاس ار واي جين حصل فيها ترانسلوكيشن وراحت جايه ايه؟ هنا. فبقى عندك اكس كروموسوم لودد بالاس ار واي جين، تمام؟ وبناء عليه الراجل دوت، تمام؟ تعالوا كده ايه؟ فانتازيا علميه، تمام؟ الراجل دوت لو ربنا اكرمه ومراته حملت في توينز، واحد فيهم بالاكس ده وواحد فيهم بالواي ده، هيجي له اثنين انتر 6. الواي دوت هيجيب له عيل عنده صغير. طب وده هيجيب له بنت عندها اكس اكس، يضربه في الخلاط يطلع واحد نورمال، تمام؟ يبقى سيادتك ده الانتر 6 اللي موجود عندك. لو افترضنا افتراض جدلي، تمام؟ ان الراجل ده منحوس وراح جاي الاكس ده عامل فيرتلايزيشن والواي ده عامل فيرتلايزيشن، انت لبست لي هنا واي ايه سواير سندروم، لبست لي هنا اكس اكس فينيل، تمام؟ طب الانتر 6 الثاني بتاع الفينيل هيكون عباره عن ايه؟ بكل بساطه احنا اتفقنا الانتر 6 بتاع الراجل استلمه في الثلاث محطات واسحب اسحب اسحب اسحب. طب الست هم البدايه والنهايه. البدايه زودت اس ار واي جين، طب النهايه هعمل ايه؟ قال لك بمنتهى البساطه المفروض ان هي تبقى فينيل، تمام؟ بالمنظر ده كده. طب عشان تبقى فينيل محتاجه ايه؟ مش محتاجه حاجه، مش محتاجه اشم ريحه الاندروجين. طب لو انا شممتك حبه اندروجين واديتك اندروجين ايه اللي هيتم؟ بدل ما تبقى كده هتيجي كده. طب هو الست ممكن تشم اندروجين زياده ازاي؟ قال لك حالات الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، عندي مشكله على مستوى السوبر رينال جلاند انزيماتيك ديفكت، يا اما 21 الفا هيدروكسيليز انزيم يا اما 11 بيتا هيدروكسيليز انزيم من فيهم النص كومن. النص اكبر طبعا، الاكبر 21 يبقى النص كومن، الاصغر 11 بدل الاست كومن، ده عشان الام سكيات والكلام الفاضي كله. انما انت سيادتك، تمام؟ سواء كان عندك، تمام؟ كونجنتال ادرينال هايبربليزيا بسبب الديفيشنس بتاع 21 او بسبب ال 11، في كلتا الحالتين انت طلع عندك يا دكتور يا محترم، طلع عندك ايه؟ اندروجين. هيبدا يمشي البند بسكه امبيجوس جينيتاليا. وبناء عليه في حالات الكونجنتال ادرينال هايبر بليزيا الكاريو تايب ايه؟ 46 ايه؟ وممكن يجي سواي، مش كده؟ مش ممكن برضه الرجاله يجي فيهم حاجه زي كده؟ ولكن مين اللي هيشتكي؟ بالظبط كده، تمام؟ بس مين اللي هيشتكي اكتر؟ الاكس اكس، تمام؟ لان سيادتك بدات تديها زياده، تمام؟ طب الانترنال جينيتاليا اوفري، طب الجوناتس اوفري، طب الانترنال جينيتاليا فيميل انترنال جينيتاليا، طب الاكسترنال جينيتاليا لا امبيكوس، تمام؟ طيب اللي بعده كده احنا خلصنا موضوع الانتر 6. موضوع الانتر 6 ببساطه، راجل خد منه ست اديها، هتاخد من الراجل فين؟ في الثلاث مراحل، تمام؟ هتدي الست فين؟ في البدايه وفي النهايه. اللي بعده ده الكونجنتال ادرينال هايبر بليزيا، زي ما انتم شايفين المفروض ان دي اصلا فيميل، دي اصلا فيميل، ولكن الجينيتال تيوبر اللي كانت هتدي الكلايتورس لما تعرضت لاندروجين زياده ايه اللي حصل؟ بدات تكبر، تمام؟ ده كلايتروميجال، الليبيدال اندكس هتلاقي اكتر من 35 ملم سكوير، تمام؟ طيب وبعد كده الليبيا ميجورا والليبيا مينورا ايه اللي حصل؟ بدايات انهم عايزين يلحموا، بدايات انهم عايزين يلحموا، تمام؟ ولكن هي من جواها ست قلبا وقالبا، ولكن خارجيا امبيجوس، تمام؟ طب السؤال يا دكتور، في حاله الانتر 6 الست هتيجي لك فين او الراجل ده هيجي لك فين؟ تمام، كلهم دون استثناء يا جماعه بيجوا لي هنا، تمام. طب انا دماغي بتبقى فين؟ دماغي بتبقى فوق عند الكاريو تايب، تمام. ارجع لاول شريحه خالص 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 كده، احنا بنطلع قدام، ما عنديش اي مشكله خالص. اي شريحه من الشرايح اللي مبينه نورمال ديفلوبمنت، حالات الانتر 6 بيجوا لي فين؟ بيجوا لي هنا. طب انت دماغك فين؟ انا دماغي هنا. انت جالي امبيجوس جينيتاليا اهو. معنى كلمه امبيجوس جينيتاليا الحته دي اهي، ما ده كده امبيجوس جينيتاليا، ده زي ده. يا ترى انت راجل وعندك مشاكل ولا ست وعندك زياده؟
طب عشان انت راح اعرف انت راجل عندك مشاكل ولا ست عندك زياده هعمل ايه؟ ابدا رقم واحد بالايه؟ كاريو تايب اكس واي ولا اكس اكس. طيب بعد الكاريو تايب انزل انا عايز اعرف الجينات دي تيستس ولا اوفري ولا ستريك جينات. هنعمل ايه يا جماعه؟ لابروسكوبيك بايوبسي تمام. وبعدين نبدا ابص على الهرمونات تمام علشان الاندرون سيستيميتي والكلام ده كله. يبقى في حاله الامبيجوال جينيتاليا الناس بيجوا لك فين؟ الناس بيجوا لك هنا. طب وانت دماغك فين؟ وانت دماغك فين؟ اهو ده شبه ده، ده ما يفرقش عن ده في حاجه، بس ده مين؟ تمام اللي هو مثلا حاله زي حاله الخمسه افرتكتيز ديفيشنسي، وده في مين؟ زي كونجنت ادرينا هايبرجلاسيا. بدايه طريقك بدايه كلامك تمشي ازاي؟ انت جيت لي هنا بس انا دماغي هنا. ابدا الاول بالكاريو تايب وبعدين نبدا نعمل عمليه بايوبسي بعدين نبدا نشوف الهرمونال بروفايل او الهرمونال السي اللي هيكون موجود تمام. طيب خلصنا الكلام ده كله نبدا نتكلم بعد كده هو طلع هتبقى لي بعد كده حاول تظبطها. بعد ما خلصنا الميل انترسكس والفيميل انترسكس هتبقى لي بعد كده اللي هو الكروموسومال انترسكس. يعني معنى كلمه الكروموسومال انترسكس تمام. لو احنا جينا في الاول خالص اتفقنا ان الراجل المفروض يكون 46 اكس واي ولكن الواي كامل عليه ستار وجين، والست 46 اكس اكس ولكن لازم تبقى اكس محترمه، يعني اكس محترمه مش شايله جينات زياده. طب ما تيجي كده نلعب في الكروموسوم. يعني ايه نلعب في الكروموسوم؟ يعني سيادتك تضيف على دي ما عنديش اي مشكله خالص تمام. انت المفروض يكون الراجل اكس واي والست اكس اكس. طب ما تيجي كده نبدا نلعب فيهم. هتلعب فيهم بايه؟ يا زياده يا نقصان تمام. النقصان الوحيد لو فكرت اشيل الاكس مش هينفع، يعني مش هينفع يكون عندي واي كروموسوم لان الاكس كروموسوم از اسينشال فور لايف. طب انت يوم ما تحب تشيل هتشيل ايه؟ اخر اشيل الواي كروموسوم. طب تعالوا كده نستنتج مع بعض الموضوع بقى ايه. مجرد زي مسائل الرياضه شوف ايه بيدي ايه. الموضوع مش محتاج حفظ خالص في الانترسكس. لو انا شلت الواي كروموسوم ده عندي 45 اكس 0 ما يطلق عليا اس تيرنر سندروم. طب لو انا عندي اكس 0 على حسب الكلام اللي احنا قلناه احنا اتفقنا تيستس اكس واي تمام، واي محترم يعني واي محترم عليه اس ار واي جين تمام، اوفري 2 اكس. طب انا عندي 45 اكس 0 يبقى عندي تيستس ولا اوفري ولا عندي ستريك جونات؟ طب هذه الستريك جونات هل هتطلع هرمونات؟ طبعا لا. وطالما مش هتطلع هرمونات انا عندي اثنين انترنال جينيتاليا الولفيان والموليريان. الموليريان محتاجه حاجه عشان تفضل موجوده، انا كده كده موجوده على قلبك تمام. انما الولفيان محتاجه ايه؟ اندروجين. هل الستريك جونات هتطلع اندروجين؟ طبعا لا. يبقى انا كده عندي الانترنال جينيتاليا ميل ولا فيميل؟ ولكن هذه الفيميل انترنال جينيتاليا محتاجه استروجين فور بروبر ديفلوبمنت، فانا اعتقد ان الترنر سندروم عندها الفيميل جينيتال تراك تمام، اليوترس والسيرفكس والكلام ده كله، والديفلوب ده هايبوبلاستيك هايبوبلاستيك يجيلها امنوريه اكيد. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب يا عم انت كده قلت يا زياده يا نقصان وقلت لي ان النقصان الحاجه الوحيده اللي عندك هي ال 45 اكس 0 تمام اللي هي الترنر سندروم. طب ما تيجي تزود، يوم احب ازود هزود يمين يمين، ما هي مزود اكس يا اما زود واي تمام. يوم ازود اكس هيكون عندي اكس اكس واي فيما يطلق عليه اس لان فلتر سندروم تمام. طب لو انا عندي بس الاول كده اكس اكس واي تمام، الاكس اكس واي كلان فلتر سندروم، تعالوا كده نشوف الجوناتس عندنا تيستس ولا اوفري؟ تيستس. اشمعنى؟ ما انا عندي واي شغال تمام. يا عم انت عندك اكس زياده هتلخبط لك الدنيا، هنعرف لخبطه فين. بس الجونات هي ايه يا جماعه؟ تيستس انترنال جينيتاليا رجاله ولا ستات؟ مين تمام. والاكسترنال جينيتاليا برضه هتكون ايه؟ انت مش طلعت اندروجين ولكن يا جماعه هيكون في عندي نعم ميل بس اندر ديفلوبد بالظبط كده. هلقيتوا الاستنشر يا جماعه اندر ديفلوبد وغالبا مفيش فيرتيليتي الا لو كان موزايك من فلتر سندروم. طب ممكن يكون عندي بدل ما ازود الاكس خليك ماسك فيه برضه اكس واي واي، زود الواي كروموسوم اللي ما بيطلق عليه مجازا في الكتب بتاعتنا واي واي سندروم. طبعا واي واي سندروم محدش يعتقد ان انا عندي 46 واي واي لان احنا اتفقنا لازم يكون الاكس عندي. ده انا قصدي بكلمه واي واي سندروم ان انا عندي الواي زياده تمام. طب لما يكون الواي زياده يا ابني شغل فيديوهات يا ابني، ينفع اي فيديو هنا ولا ما ينفعش؟ تمام. لما يكون في عندي واي كروموسوم زياده اعتقد ان البيهيفير تمام بتاع الاخ دوت بالظبط كده هلاقي الايه البيهيفير بتاعنا هيكون انتي سوشيال بيهيفير تمام. حتى كمان تمام انا اتخيل ان احنا شايفين فيديو قدامنا تمام، ده بيبين تمام ان البيهيفير بتاع المين مختلف عن البيهيفير بتاع الفيميل على فكره تمام. وليه بنقول الكلام ده؟ عشان بس القصه الجدليه اللي كانت بدات تتقال ان الناس اللي طبعا هو الانترسكس في منه اللي هو الكروموسومال وفي منه اللي هو الجينيتال والكلام ده كله وفي منه السايكولوجيكال تمام اللي هو الهوموسيكشوال والكلام ده كله. كانت بدات تطلع بقى يقول لك دول مرضى نفسيين والكلام ده كله. لا دول مش مرضى نفسيين خالص يا جماعه تمام. اذا انا بالظبط اعتبره كريمنال. ليه بنقول الكلام ده؟ لان موضوع السيكشوال ديفلوبمنت تمام
والبيهيفيرال سيكشوال ديفلوبمنت بيبان من الطفل وهو لسه عنده سنتين ثلاثه. ايه الكلام الغريب اللي بتقوله دوت؟ لا غريب ولا حاجه. انا لو انا عندي عيل صغير عنده 3 سنين وبنت صغيره عندها 3 سنين وخدتهم هما الاثنين محل الالعاب، هلاقي الواد ده تلقائي طالع يجري يعمل ايه يا جماعه؟ يجيب المسدس ويجيب العاب الاولاد والكلام ده كله، والبنت تلقائي تمام بتميل للالوان البنت وتجيب مش عارف العروسه والكلام دوت تمام. الولد ولد بالفطره باي نيتشر، والبنت بنت بالفطره باي نيتشر. طب اللي حصل دوت ده قله ادب باي نيتشر مش موضوعنا تمام. يبقى القصه كلها، القصه كلها ان عمليه البيهيفيرال ديفلوبمنت تكون ايه موجوده من الصغر تمام. وتلاقي ان الولد فيه سنه اجريسيفنس عن البنت شويه تمام. المفروض ان البنت كيوته والكلام ده كله، ان الواد يا جماعه عنيف هو اللي بيجيب اخته من قفاها وقصص غريبه كده تمام. ده النورمال. طيب ده النورمال. طيب الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان لما اقول لك ان المسؤول عن الاجريسيف بيهيفير عندنا هو جينات موجوده على الواي كروموسوم. طب لو انا زودت لك الواي كروموسوم يبقى الاجريسيفنس عند الميل ده هتبدا تزيد. وكان في دراسه عملوها على الناس المدمنين معتاد الاجرام اللي بيطلع من السجن يرجع تاني السجن، يطلع من السجن يرجع تاني السجن. انا ما اقدرش اعيش خارج اسوار الايه؟ السجن. اشمعنى يا بيه محترم؟ قال لك لانهم لما عملوا كالوتايب للناس ديت لو عندهم اكس واي 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 الواي قاعد عمال يزيد. الواي كروموسوم دوت بيشيل مجموعه جينات معينه زي زي البيهيفير اللي هو الاجريسيفنس تمام، زي بيهيفير الديترمينيشن انك تاخد قرار تمام. يعني لما تيجي تلاقي مثلا اتنين بنات بياخدوا مع بعض قرار، لما تيجي نخرج مع بعض ونروح سينما تمام، هتلاقيهم بالظبط كده كل سنه يجيبوا الميموريز فاكرين ما احنا كنا بنتفق من 10 سنين فاتوا ان احنا نطلع سينما ولسه ايه ما خدناش القرار تمام. انما المين بقول لك ايه، ما تيجي نروح سينما حبيبي انا حاجز لك على الكرسي اللي جنب اللي هينزل، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ فكان بيقول لك ان اتخاذ القرار الاجريسيفنس والكلام ده كله كان بيكون عباره عن مجموعه جينات موجوده على الواي كروموسوم زودها لي زود الاجريسيف بيهيفير. ارجع تاني للموضوع، كروموسومات يا نقص يا زود، نقصت بقى ترنر، زودت هزود مره الاكس ده اكس اكس واي كان ده، هزود مره الواي بقى واي واي والاجريسيف بيهيفير تمام؟ طب ما نسيبك من اكس ايه؟ واي. لو انا عندي اكس اكس هتعمل ايه؟ قال لك زود تمام. ما لو انا نقصت بقى ترنر، احنا خلاص خلصنا الترنر. طب لو انا يا جماعه زودت بدل ما هي اكس بقت اكس اكس اكس، ده اللي احنا بنسميها السوبر ايه يا جماعه؟ سوبر فيميل تمام. وكل ما زادت نوت سوبر نعم ويتش از نوت يا باشا تامرنا يا باشا تمام. انا مره واحده بس جيت اقول فيديو فيه كلام زي كده صفحت على الفيسبوك ايه اتقفلت، شيز سوبر فيميل سوبر هيرو كمان تمام. ده الموضوع بتاع الانترسكس ما له ما عليه تمام. وزي ما اتفقنا البنت بتجي لنا هنا واحنا دماغنا بتكون موجوده هنا. اي اسئله؟ يعني كان افضل كمان يبقى في ابروش تو ده ممكن تبقى محاضره جامعه ده اللي احنا بنشوفه كايه. بس علشان اقول الابروش تو فاميلو زامبيجو جينيتاليا لازم الكلام ده يتفهم تمام، علشان لما اجي المره الجايه يعني زي هيلسون وسيسل اللي هي كتب الباطن الشهيره دايما يحط لك الاول ابروش حتى يكتب لك في اول كتاب ابروتش للجيم ابروتش يبقى ده انت امره سهل بس كباكي جراوند لازم يكون الباكي جراوند ده موجود تمام. وساعتها الابروتش تو امبيجوس جينيتاليا يكون ماتش مور اسيا. شكرا جدا. على فكره تاني مره اسمعها منك وتاني مره استمتع. ده شرف ليا يا باشا والله. كان في فيديوهات ياسمين عبد العزيز واحمد عوض بس يلا ما لناش حظ.